ده الرزق الله بيديك، ما تمشي ليزول يا اخي. ناس يمشوا السوق انتوا تراهو، في ناس كتار الحمد لله الله عافاهم نحسبكم، لكن تمشي محلات، تمشي السوق مره في الحصحيصه مشيت في سوق كذي سوق بهايم، بعدين لقيت محلات كذي زي رواكيب يا عمك كبير لابس نظاره وكبير في السن، والزول ده لبيع طماطم لبيع بصل لبيع قش لبيع اسبيرات، لقيته بس خدت له حطبات وحاجات وحاجات زي البرازيل وحاجات زي كذي وحجبات واشياء، قلت له يا حاج ده حجاب شنو؟ قال لي ده جايب له طبل جديده، الطبل الواحد دي جديده فيها مفتاح الاصلي وفيها اسبيرين ولاف فيها بجلد، قال له حجاب بتاع مشاكل. كيف بتاع مشاكل يا حاج؟ قال تمشي للقاضي وتفتح وتكفل ثلاثة مرات، تقول اسم الزول عندك مشكلة مع واحد اسمه محمد ولا القاضي اسمه محمد، محمد وتفتح محمد وتفتح القضية دي بتكسبها. طيب هل بيقروا محاماة أربع سنة وبتاعين اللف والدوران وده بتاع ديل وديل كيف دي واحد؟ أنا ضحكني التاني ده، قلت له التاني ده شنو؟ قال لي ديل التجار تخدته في الدكان الرزق ده بيجيك كده والزبائن ديل بيجوك، وهو راكبته جت ما فيها ولا زبون إلا أنا وجيت أنصحه، وزي ده تلقاه للظهر ما فطر، تقول له أنت فطرت لك ما ترزقنا لسه. طيب حجاب الرزق ده بيشتغل 200 إذا للظهر أنت ما فطرت، ده الشغل ده بيشتغل 200 يا جماعة. الله قال في القرآن وما من دابة في الأرض، وما من دابة أي دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ابن عباس مستقرها في الآخرة ومستودعها في الدنيا، كله عند الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. يا زول تلقاه قرا ودكتور عديل دكتوره، تلقاه تعبان ومبتلى بالفقر وراسه ملان زي ما بقوله او صدره، واحد تلقاه يجيب له ناس يكتبوا له اسمه وقروشه ذاته حسابه كم ما عارف. الرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى. عشان كذا ابن الجوزي رحمه الله في صفه الصفوه قال الاصمعي، قال كان بيدرس في الناس في القران في منطقه، كلامنا في صفه الصفوه، قال فجاء اعرابي فقال ما هذا يا اصمعي؟ قال اعلم الصبيان كلام الله القران. قال هات بيتا، وقال القران زي الشعر بيفهموا يعني، وطبعا بيختلف من الشعر. قال هات بيتا، فقال الاصمعي قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، قال بعض المفسرين المطر من السماء، وقال بعضهم الرزق رزق العام، وما توعدون الجنه رزق الدنيا والاخره. فقال الاعرابي هات بيتا اخر، فقال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما ان انكم تنطقون. قال ابن الجوزي فقال الاعرابي وصاح من اغضب الملك حتى اقسم ثم خر ميتا، وقع مات. قال الغضب الله سبحانه وتعالى لمن اقسم شنو دمنه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله اقسم لك سبحانه وتعالى وهو اصدق القائلين، قال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فلذلك دي لابد العقيده دي تصحح،